السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، برحب فيكم. مادة تعليمية لطلبة الثانوية العامة، Unit 7 Period 3 Page 72 Reported a question. So today our lesson is reported a question. معناته إحنا بدنا نيجي بدنا نحول الأسئلة من مباشر إلى غير مباشر، يعني من دايركت إلى إندايركت. هناخد مقدمة أول في البداية عن الأسئلة، بعدين منفوت بالتفصيلات إن شاء الله. There are two main types of questions. عندي أنا نوعين من الأسئلة الموجودات مطلوبات مني في هذه الوحدة، اللي هما yes or no question and WH question. طبعا في عندي نوع ثالث اللي هو question tags، والquestion tags هو راح يكون عندنا في هذه الوحدة أيضا، حنحكي عنه إن شاء الله بحصة لحاله لأنه في عنده كثير تفاصيل. ولكن المطلوب عندي أنا في التحويل من direct إلى indirect question اللي هم بس الـ yes or no question والـ WH. Let's start with WH question. WH question are question starting with WH words. WH words إيش هم؟ اللي هم زي what, when, where, who, whom, which, whose, why and how. Question words, هذه الكلمات used to ask about specific qualities, times, places, people, and so on. يعني هدول إحنا الكلمات اللي هي اللي تبدأ في WH. تمام، هم عبارة عن كلمات إحنا بنسأل حول أشياء معينة، يعني بنسأل عن معلومات بشكل عام. Ask about information، يعني إذا بدي أحدد ممكن أسأل عن وقت، ممكن أحكي عن place، ممكن عن people. ناخذ مثال when will the meeting start. هون بدأنا في when، وهون نسأل عن قاعدين عن وقت أو زمان. What are you doing؟ فالشكل الشكل الطبيعي، طبعا احنا نحكي لسه ما بنحكي عن التحويل، اللي هي أداة الـ WH اللي هي WH word. عندي بعدين auxiliary verb or model, subject and main verb question mark. تمام، هذا هو بالنسبة لشكله، كيف شكل السؤال قبل التحويل، هيك بده يكون شكله. طيب أما الـ yes or no question, questions that need either yes or no answer. يعني هون أنا الـ yes or no question إجابته عادة بتكون دائما بتكون يا أما yes يا أما no. For example, do you like vanilla ice cream؟ إجابتك بتكون of course yes or no. Have you ever seen a ghost? The same. بتكون إجابتك يا هيك يا هيك. طيب الفورم هون عندنا شو، كيف حيكون شكل السؤال؟ حيبلش في فعل مساعد أو طبعا أو حيكون في موديل، بعدين بيجي عندي subject main verb، وآخر شيء بيجي عندي question mark. هذا الشكل الطبيعي للسؤال إن كان yes or no question أو WH question. هلا نفوت في موضوع التحويل. التحويل اصلا انا عم بحول من دايركت ماشي لاندايركت. فلما بحكي انا دايركت هو عباره عن actual words of a speaker are quoted، يعني هو كلام سؤال للمتحدث ماشي احنا بناخذه بنقتبسه quoted. ولما بنحوله بصير words of speaker are reported، يعني صار تم نقل هذا السؤال او هذا الكلام اللي حكاه هذا الشخص. تمام، فعندي انا هون مجموعه من الخطوات الضرورية اللي لازم أتبعها عشان أنا أحول. Steps to change direct speech into direct speech into reported speech. The same, direct or reported. Indirect or reported, the same. Number one, change the reporting verb according to the type of sentence of reported. يعني إحنا بنحكي هون بنغير، بدنا نحول حسب الجملة الموجودة أو حسب السؤال. إن كان عندي سؤال yes or no question or WH question. حسب الموجود عندي أنا بدي أحول، لأنه كل واحد في له آلية في التحويل. Remove commas, use conjunctions according to type of sentence of reporting speech. ما فيش فواصل، ما فيش أدوات ربط، ما في هون، ما في عنا. Three, change the verb of reported speech according to the tense of reporting verb. الزمن عنا بده يتغير تمام للماضي، وهلأ حنحكي عن هذه النقطة الثالثة بالتفصيل إن شاء الله. Number four, change personal pronouns in reported speech. برضو الضمائر كلها بتتحول إن كان
subject pronoun, object pronoun, reflexive pronouns, كلهم هدول بدهم يتغيروا. Five always we use full stop at the end. دائما بنستخدم نقطة، ما بنستخدم question mark، لا بنستخدم نقطة. طيب خلينا نشوف، عندي هون أنا التحويل الزمن، حنبلش واحدة واحدة. بالنسبة لزمن التحويل أنا عم بطلع إذا الفعل أجى عندي like اللي هو بالverb 1 بده يصير verb 2 liked. إذا كان عندي verb 2 liked بده يصير had verb 3 اللي هو إيش had liked. Past perfect أجت had liked بدها تضلها زي ما هي had liked. فمعناته present simple حيصير past simple، الpast simple حيصير past perfect، الpast perfect حيضله past perfect زي ما هو. طب الـ present continuous إن كان am is are ing حيصير was aware plus ing. فمعناته أنا برجع في الماضي في الزمن. إذا أجا عندي has have verb 3 حيكون عندي had verb 3. أجا عندي أي واحدة من المودلز إن كان will إن كان can إن كان shall إن كان must كلهم حيرجعوا للماضي. يعني مثلا will حصير would، is going to حصير was going to، must بتصير had to، can بتصير could، may بتصير might، need to بتصير needed to. فهذا الحكي إحنا بدنا نركز عليه إنه إحنا شو نساوي، إنه الزمن لازم يرجع عنا خطوة. هذا بالنسبة للزمن. أما بالنسبة للبروناونز، تمام البروناونز أنا هون مفصلكم إياهم A B و C، تمام اللي هو subject pronoun كيف بده يصير. subject pronoun بدنا نحفظه بهذا الشكل شباب، الله يرضى عليكم، هذا الجداول بدنا نحفظهم زي ما هم زي ما هم. يعني لو بحكي مثلا هي شي ات بدها تضل هي شي ات، ذي بدها تضل ذي، الوي بدها تصير ذي، اليو بدها تصير يعني بهيك بدها احفظ، اليو بدها تصير هي شي ذي يو، الاي بدها تصير هي او شي او اي. هذا بالنسبه للسبجكت بدنا نميز بينهم، مش ندخل السبجكت على الاوبجكت على البوسيسيف نعمل حفله، لا بدنا نركز، بدنا نركز في التحويل. تمام هاي الضمائر هدول بدنا نحفظهم زي اسمنا، هاي الجداول قدامكم ما عليكم غير تحفظوهم عشان اي جمله تجيك تعرف كيف انت تحولها. نشوف بعدين في عندي بعض الكلمات ان وجدت في الجمله انا بدي احولها، زي مثلا كلمه ناو بدها تصير ذن، هير بدها تصير ذير، لاست نايت بدها تصير ذا نايت بيفور، this بدها تصير ذات، عندي اللهم صل على سيدنا محمد، yesterday بتصير the day before، بدها تصير the day before، yesterday بتصير the day before، وممكن يجيها تحويل ثاني اللي هو the previous day. انا بحفظ التحويلين شباب مش بحفظ واحد. these بدها تصير those، myself بدها تصير himself or herself، ourselves بدها تصير themselves، tomorrow لها تحويلين ايضا، يا اما بحكي following day يا اما بدها تصير the day after، last week the week، last week the week before، tonight that night، ago before، next week the week after، طب next year the year after، next month the month after. واضح؟ at the moment at that moment، yourself himself or herself. هدول طبعا المطلوب منك انت كطالب، انا حطيت لك اياهم قدامك الجداول وما عليك غير انك انت تحفظهم، غير انك انت تحفظهم ان شاء الله حتلاقي الامور بعد هيك كثير بسيطه. طيب خلينا نشوف هلا، خلينا نشوف عندنا بعض الأمثلة. هلا احنا فهمنا، هلا نطبق. بنعيد القاعدة هون للـ WH question عشان نكون فاهمين. طبعا أنا عندي هون حنبلش بـ subject، أوكي؟ حنبلش بـ subject. بعدين عندي هدول اللي هم يدلوا على إيش؟ على السؤال. إيش هم الكلمات الدالة على السؤال؟ زي asked، زي wanted to know، زي wondered. هاي كلها دالة على السؤال. بعدين مباشرة بحط بعدهم مباشرة اللي هي أداة الـ WH، إن كانت what، إن كانت where، who، when اللي بدكم إياه، الموجودة عندي بالسؤال بستخدمها. بعد هيك حيجي عندي subject. شباب نحفظ لهذا البناء الجملة structure تبعها كثير كثير مهم. بعد الـ WH بحط subject، بعدين الـ verb حسب الزمن برجعه وبعمل complement. الكومبلمنت اللي هون تكملة الجملة، اللي هي إذا كان في عندي أي شيء كمان بدي أحوله زي الكلمات اللي حكينا الدالة، زي مثلا now بدها تصير then، زي yesterday بتصير the day before أو previous day. تمام هدول بدنا نحفظهم. خلينا نشوف المثال الموجود قدامنا هون. What are you doing now؟ هذا أجا أنا عندي هلا سؤال بدي أحوله. He asked me. تمام هلا أنا بدي أكمل الجملة. حكينا أول شيء بنستخدم أداة الـ WH، فبنحكي هي الـ WH what. بعدين هون أنا عندي الضمير بده يتغير you،
هون بده يصير I. طب ليش الأستاذ حطينا I؟ لأنه أنا هو سألني أنا. He asked me what I. Okay. ممتاز. هلأ الآر شو بدها تصير وير؟ هون أنا في الجملة هاي في الباست كونتينيوس الآي بتاخد واز، فما بيزبط أحكي I were doing، فبدي أحكي I was doing. ولكن لاحظنا هون الآر هي في الفيرب 1 في البريزنت، صارت هون في الماضي لأنه أنا حكينا الفيرب 1 برجع للماضي. بعدين بكمل الجملة، عندي هون كلمة موجودة لازم تتغير من الكلمات اللي حطت لكم إياها بالجدول اللي هي now، بدها تصير then. ناخد كمان مثال. Where have you been, علي؟ فمعناته he asked علي، حنبلش بوير. ممتاز، بلشنا بوير. تمام. هلا جيت انا بلشت في وير، بعدين بعد ما بلشت في وير حاجه مباشره احط السبجكت. السبجكت انا ما دام بحكي عن علي فمعناته بدي احط ايش؟ بدي احط هي. حلو. هاف شو ماضيها؟ نرجع خطوه في الزمن، افهموا علي، خطوه بنرجع للماضي. يعني الفيرب 1 بده يصير فيرب 2 والفيرب 2 بده يصير هاد فيرب 3. تنسوش هذا الحكي. فهاف بدها تصير هاد، هاي صارت هاد. وبعدين كمل الجمله. ناخذ كمان سؤال، ما ننساش طبعا كله بينتهي بفول ستوب. اوعوا تحطوا لي علامه السؤال هون، سؤالك كله بيطلع غلط، ديروا بالكم. شوف المثال اللي بعده. When will they arrive here? He asked. هون سأل. ماشي. خلينا نشوف أداة السؤال اللي عندي وين. نزلناها هيها وين. They بتتغير حسب الجداول اللي بدكم تحفظوها إن شاء الله. تمام. منها ما بتتغير. فذي بتضلها زي ما هي. الويل شو بدها تصير؟ رجعها خطوة للماضي. بدها تصير would. Arrive. بدها تصير arrived. لا هيك بصير في عندي أكيد غلط. ما بيزبط أحكي arrived. لازم احكي ارايف. طب ليش يا استاذ ما انت حكيت ان ارجع خطوه للماضي؟ لا، لانها جاءت بعد المودلز، واحنا متفقين انه بعد المودلز بيجي الفعل المجرد بيس ما بيتغير. طيب عندي اخر شيء، عندي كلمه هير برضه من الكلمات الموجوده عندي في الجدول. هير بدها تصير ذير. نشوف اللي بعده. نشوف اخر مثال موجود عندنا هون على الدبليو اتش كويستشن، خلينا نشوفه. Why did he leave yesterday? He wondered. هو تساءل. Why بدنا نزلها؟ هي نزلناها. He ما بتتغيرش. الهي والشي والات والذي بيتغيروش. ممتاز. طيب هلا انا هون انا عندي السؤال في الباست سمبل، فمعناته شو بدنا نرجع خطوه؟ بده يصير في الباست بيرفكت. اريحكم شغله. اذا شفتوا did اشطبوها في السؤال. اذا شفناها بنشطبها. ومباشرة بنيجي على الفعل اللي هو الموجود، الفعل هذا بنحطه had verb 3. طب بصير عندي had left. had left. بعدين yesterday بحط هذا day before or the previous day، والثنتين بدها تكون صح. واضح شباب؟ ال WH ان شاء الله واضحة، إلا انكم إذا فهمتوا ال WH ماشي، ال yes or no بصير موضوعه كثير بسيط. كثير كثير بسيط. تمام. خلينا نشوف هلا، نشوف اللي بعده. Yes or no question. Yes or no question القاعدة تبعته نفس قاعدة ال WH، ولكن باختلاف شيء واحد بسيط، انه هون انا بحط بدل أداة ال WH انا باجي شو بساوي؟ باجي بحط اللي هو F. طب ممكن يجي شيء ثاني غير اف؟ ممكن يجي شيء ثاني غير اف. ممكن يجيني شيء اسمه weather. تمام. يعني معناته بيجي عندي انا يا اف يا weather، الثنتين صح. لو حطيت اف صح، لو حطيت لو ايش weather صح، فالثنتين شباب صح. بعدين بيجي عندي subject وفعل المساعد، طبعا يكون حسب الزمن بنرجع فيه خطوه. بعدين انا عندي الكومبلمنت. خلينا نشوف الامثله اللي قدامنا ونطبق عليها. Are you ready now? He asked me. هو بيسألني أنا، فمعناته إيش بدي أحط؟ F. ممتاز، هي حطينا F. Subject I. ليش حطينا I؟ لأنه أنا هو حكينا he asked me. بعدين الـ R شو بدها تصير؟ Was. حكينا زي الجملة السابقة. Ready ما فيش عليها تغيير. Now شو بدها تصير؟ بدها تصير then.
وهيك أنا بكون حولت الجملة الأولى بكل بساطة زي ما أنا ما طبقت بالضبط زي ما أنا طبقت في السؤال الـ WH question، ولكن الاختلاف الوحيد هو بدل ما أحط الأداة نفسها أداة الـ WH اللي هي كان وير أو وين أو هو، لا بس بحط اللي هو if أو whether. مش تحط اللي if whether مع بعض، لا يا if يا whether، اختار بدك يا if أسهل لك. طيب نأخذ المثال اللي بعده. المثال اللي بعده حكينا فيه شغلة ريحتكم فيها. إذا شفنا did في الجملة ماشي مباشرة بحذفها. ف did you see the accident علي؟ he asked علي. حكينا if تمام وعلي إيه هي تمام. هلا بنيجي على did نحذفها. هلا شو صار عندي هون؟ مباشرة لما حكينا بنحذفها بنيجي بندور على الفعل الرئيسي، وهي أكيد دائما بيجي بعد الفاعل. فبنحكي سي، شو بدها تصير؟ بدها تصير had seen past perfect زي ما حكينا سابقا. فمعناته الجملة بدها تصير he asked علي if he had seen the accident، بس هيك مش أكثر من هيك. have you taken a rest علي؟ he asked علي if he have بدها تصير had taken a rest، واضح؟ بس هيك. طيب نشوف المثال الأخير. will you join us سامي؟ تمام. he asked سامي، he asked سامي if he، معناته هم بيحكوا لسامي بيحكوا له ممكن انك انت تنضم لنا يا سامي. فشو بنحكي هون؟ he asked سامي if he would. will شو ماضيها؟ would. وسامي حطينا هي join بتضلها زي ما هي لسبب. ليه؟ لأنه join هي عبارة عن إيه شباب؟ هي عبارة عن فعل مجرد تأتي بعد المدل، ما بغير عليها ولا إشي. طيب us شو بدها تصير؟ بدها تصير them. طبعا هذا إيش بكون تحفظه وحفظ، حكينا في الجدول ماشي. هون أنا عم بحكي us بدها تصير them، يعني لو رجعنا للجدول، لو رجعنا للجدول حنلاقي يا شباب انه حنلاقي انه كل شيء من الضمائر موجود كله، احنا ما علينا غير نطبقه. هاي اس شو بدها تصير؟ ذم، واضح؟ فانا علي معناته احفظ الجداول وهيك بتكون اموري ان شاء الله ممتازه. هاي الاس بدها تصير ذم. تمام، هيك ان شاء الله انه الامور بتكون بالنسبه لكم واضحه. طيب خلينا هلا خلينا ننتقل للكتاب ونشوف ايش في الكتاب على هذا موضوعنا. طيب هلا هون انا عندي امثله موجوده. Look at the examples of direct question and reported to indirect question. Then circle the correct words and complete the grammar rules. بدنا نحط دائره على الاجابه الصحيحه حسب ما بدنا. Examples direct question. هون أنا عم بحكي عن السؤال بشكل عادي زي ما ذكرنا أول شيء كيف إحنا بلشنا حكينا عن السؤال. هون معطينا سؤالين على الـ WH، وهون أعطانا سؤالين على إيش؟ على الـ Yes or No question. خلينا نشوف هون. In these direct questions the subject comes before or after the verb. شو رأيكم؟ أكيد أجا بعد الفعل. هاي السبجكت أجا بعد، هون أجا بعد، هون أجا بعد اليو، هون أجا بعد this. فهون بحكي كيف إنه بناء، كيف إحنا حكينا عن بناء السؤال ماشي. لسه ما حكينا هون عن التحويل، لسه بنحكي عن الدايركت. اثنين، the question on the left ask إيش؟ بحكي عن information. فهون عم بحكي الـ WH إحنا حكينا إنه بيسأل عن معلومة، ممتاز. The question on the right ask about yes or no. السؤال الجهة الثانية اللي هو إجابة حكينا يا أما yes يا أما no. واضح؟ هلأ هذا إحنا بنحكي عن مين؟ إحنا بنحكي عن لسه قبل التحويل. هلأ خلينا نشوف بعد التحويل. Reported indirect question. خلينا نشوف هون أسئلة كلها محولة. هلأ خلينا نشوف هون complete the grammar rules. When reporting question the subject come after or before. هون بده يصير before the verb. مش احنا حكينا بنحط اللي هو
WH بعدين بيجي subject بعدين بيجي الverb معناته هو يأتي قبل الverb فمنحط before. Change like moving tenses into the past. Change pronoun are the same as a different normal reported. فمعناته هون احنا بنحكي انه احنا طبعا like moving tense into the past اكيد. And changing pronouns وبنحول الضمائر ماشي من النفس من نفسها مش احنا بنحول من اشي تاني. يعني انا بحكي بسبجكت pronoun بتضل subject pronoun object pronoun object pronoun. طيب ثلاثة when reporting WH question or yes or no question we use if or whether. أكيد في yes or no question بنستخدم if أو whether. طيب we use or don't use a question mark. Of course we don't use a question mark. حكينا بننهي في full stop. أوكي طيب خلينا نشوف هذا التمرين. هذا التمرين شباب موجود في الكتاب خلينا نحله مع بعض. هو محلول ولكن خلينا نناقشه مع بعض. Reporting the question. Where is the nearest police station? عندي هون أنا سؤال أول إشي هو عبارة عن سؤال WH تمام؟ وخلينا نشوف. أول إشي حكيت شو بساوي؟ بنزل الـ WH. بعدين بيجي الفاعل، وين الفاعل هيو؟ The nearest police station. هيو، هذا كله فاعل. بعدين باجي على الفعل is شو بحطه بعد الفاعل فبصير is بدها تصير was فبحكي where the nearest police station was. طيب ناخذ السؤال اللي بعده. Was the best way to do the job? Was that the best way to do the job? هذا عندي أنا السؤال. ممتاز. هذا السؤال شو بيحكي لي هون؟ بيحكي لي هون إنه أنا I asked her. Okay. هذا السؤال WH ولا yes or no question؟ هذا سؤال yes W yes or no question. فمعناته راح أبلش بF. بعدين حنزل السبجكت. Okay. ممتاز. هلا حاحكي أنا هون أنا عندي that. طيب. عندي هون أنا was the best way to do the job. هون أنا في عندي خطأ في الجملة بدنا نصلحه. خلينا نشوف وين الخطأ. عندي هون was جابتها خطأ. هون was بدي أحطها أنا الإجابة الصحيحة إيش هي؟ بدها تكون الإجابة الصحيحة كالتالي بدها تصير if that had been وبعدين بكمل the best. Okay. بكمل الجملة زي ما هي. Okay. بكمل الجملة had been. Okay. The best way to do that job وبكمل لآخر. هتحكي لي أستاذ أنا من وين جبت لي had been؟ هحكي لك باختصار لأنه هاي جملة في الماضي تمام. والباست سمبل شو بده يصير؟ باست بيرفكت. الباست سمبل بده يصير باست بيرفكت. مش حكينا بنرجع خطوه للماضي. طيب الواز شو ماضيها؟ شو الفيرب 3 من افعال بي؟ هو ايش؟ بين. طيب والهاد من وين جبتها؟ اللي هي من زمن الباست بيرفكت. مش الباست بيرفكت هو عباره عن هاد زائد فيرب 3. فهاد حطيناها اللي هو كفعل مساعد والبين اللي هي الفيرب 3 من واز. وضحت؟ طيب ناخذ اللي بعده. طيب how did you manage to do the work so quickly? They asked him. هلا أنا هون أنا عندي السؤال how نزلناها. They asked him. ما دام نحكي عن واحد ما دام إحنا بنحكي عن واحد معناته أنا بدي أستخدم هي. حلو؟ معناته أنا بدي أستخدم هي لأنه أنا بحكي they asked him. ممتاز. حكينا بمجرد ما بدنا نشوف احنا عندنا did شو حكينا بنساوي بنحذفها وبندور على الفعل هي والفعل manage بحط had verb 3 فصارت هي had managed to do كذا وكمل الجمله اذا فيش فيها باقيها اي تحويل بنزلها زي ما هي. اربعه who do you want to speak to. She asked me. مدام me معناته انا بدي احكي who I. اوكي okay? who I. طيب
هلا انا لما انا حكينا يكون في عندي ديد بحذفها صح، وبحط بدور على الفعل وبحط هاد فيرب 3. طب اذا اجت عندي دو او داز برضه نفس الشيء بحذفها، بس ايش بساوي؟ بدور على الفعل وبحطه بالفيرب 2 مش هاد فيرب 3، لا بصير هنا ايش بالفيرب 2، فمعناته بحكي هو اي wanted تو سبيك تو، ونقطه اكيد مش question mark. 5 كان يسبيك اني فورين لانجويجز هي اسكد هير، ما دام هير معناته شيء لانه هو سالها هي. ممتاز. اف لانه هذا ايش السؤال؟ يس اور نو كويستشن، فمعناته اف شي الكان شو بدها تصير؟ كود سبيك اني فورين لانجويجز. طيب ناخذ اخر تمرين. دو بالستينيان ستودنتس، على فكره هذا السؤال اجى بالوزاره. دو بالستينيان ستودنتس يوجوالي تشوز تكنيكال سبجكتس، خلينا نشوف. اي اسكت، هذا السؤال يس اور نو كويستشن، معناته بدي احكي اف. بالستينيان ستودنتس اللي هو ايش؟ اللي هو الفاعل، فبنزله. طب احكي اف بالستين ستودنتس يوجوالي، الفيرب هون حكينا دو شو بنسوي فيها شباب؟ دو تحذف وبندور على الفعل اللي هو تشوز وبنحطه بالفيرب ايش؟ بالفيرب تو. تمام، وبنكمل الجمله. هذا بالنسبه للريبورتنج كويستشن شباب، ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا واستوعبتوا. بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.